حتى بنا فوق المجرة دارا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أربابها يعود الصدى منها سؤالي. ثانيا كانت غياثا للمنوب فأصبحت ديار الحسين وآل الحسين عليه السلام، كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعي. قست القلوب فلم تمل لهداية، اي والله قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنسى
ستر زينتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وحي إلى القيامة باقية ودعتك الله يا عيوني مثل هاليوم هاليوم وضعوا السبايا على النياق أخذوها عن كربلاء وأبعدوا زينب عن الحسين عن أبي الفاضل فعين تربي على رأس الحسين وعين تربي على جسد الحسين عليه السلام ها؟ فعلى الناقة تودع الحسين زينب شلون تودع الحسين زينب خويا يا ودعتك الله يا عيوني ويردون عنك يا خذوني وياي وياي جزاك الله خير ها يا خذوني أنا زجري وخي ولا ليباروني يباروني وانا نخيت اخوتي وما جاوبوني يهلي الحمية ما تجوني من يد الأعاد تخلصوني لكن وين الجواب يا زينب ها يا مشت وعيونها على حسين تربايا وخذت من دمع عزيز القلب تربايا الأخت ويا الأخ من الزغر تربايا شلون تعوف نعش على الوطية والله شلون تعوف نعش يا على الوطية وضعوا رأس الحسين أول السبايا ورأس أبي الفاضل آخر السبايا يصيحوا عيون زينب طلعوها 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 وحرقوا قلبها براس أخوها بسياط اضربوها يا والخيم بالنار احرقوها احرقوها سب الزكية والشتم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صلوا على محمد وآل محمد إن شاء الله البحث هذه الليلة راح يتم إن شاء الله تعالى لأن يرتبط بهذه الأيام أيضا ذكرنا فيما سلف وفيما مضى عن علائم مقدمات القيامة شرحناها بشكل مفصل مولانا كلفتنا ما يقارب ليلتين وهي الليلة الثالثة إن شاء الله كان فيها الفائدة إن شاء الله تعالى فذكرنا في القسم الماضي من الآيات إذا الشمس كورت هاي قبل القيامة طبعا القيامة بعد ما صار هاي قبل القيامة هاي الحوادث التي تقع قبل القيامة الصوت الشمس النجوم الجبال هاي قبل القيامة بدء القيامة متى يصير مرانا بدء القيامة يصير في نفخ الصور
لما إسرافيل ينفخ في الصور يعني بدأت القيامة. زين، هذه قبل القيامة، إذا الشمس كورت شرحناها، وإذا النجوم انكدرت شرحناها، وإذا الجبال سيرت شرحناها بشكل مفصل، مراحل تحطم الجبال. الرابع، وإذا العشار عطلت، قلنا العشار شنو؟ الناقة العشراء، هذا على أصح الآراء لأن العرب كانوا، وشرحناها بشكل مفصل. بعدين الخامسة، وإذا الوحوش حشرت، أيضا ذكرنا لها معنيين، قلنا أكو معنى الوحوش أنه واحد ما يهجم على الثاني، لا يرهب ولا يخاف من الآخر، والثاني ما يهجم، بعد كل ينشغل بالرعب والخوف. زين، والرأي الثاني أن للحيوان حشر وحساب لبعض الذكرى. بعد مولاي، وإذا البحار سجرت، يعني تحترق البحار الماي، يشتعل نار، يصير مثل النفط، يصير مثل البنزين مثلا. هذا شلون يحترق؟ فذاك الوقت في زمن العرب الجاهلي ما كانوا يستوعبون هذا الأمر، أنه شلون الماي يحترق ويشتعل نار ويسجر. فالآن العلم الحديث ثبت، بعد ثبت أنه الماء يتشكل من عنصرين، من الأكسجين والهيدروجين، واثنين المشتعلات قابلات للاشتعال. يمكن بذاك الوقت في القيامة يصير إرهاصات عليها، ضربة عليها، تتجزأ العناصر. هي إذا اجتمعت، إذا اجتمعت مولانا، يصير مولانا الماء نشربه بكل طهارة ونحتاج إلى ولا نستغني عنه، لكن إذا تجزأ يصير قابل لمن؟ للاشتعال. يمكن من هذا الباب يطون العلماء. وإذا البحار سجرت بعد، وإذا النفوس زوجت، وذكرنا تزويج النفوس كم رأي لهذا الأمر. وصلنا إلى القيد الأخير اللي هو مربط الكلام، ثقل الكلام عليه، وإذا الموؤودة سئلت. مولاي العزيز، عند عرب الجاهلي كان عندهم عقيدة باطلة، والعقائد الباطلة على كم وجهة. أولا، العقيدة الأولى الباطلة مو عند الكل، عند بعض قبائل العرب. إخوان انتبه لحبيبي، عند بعض قبائل العرب، مو عند كل قبائل العرب، عند بعض قبائل العرب. تشوف جار من قبيلة معينة يدفن بنته، بس الجار الثاني اللي بصفه شنو مولانا؟ ما عنده العقيدة، هالسنة وهالسيرة ما عنده، واضح مولانا؟ فتجي الأم اللي تخلف بنت شو تسوي؟ تنطيها أمانة عند من؟ عند جارتها اللي ما عندهم سنة الدفن. ها؟ الشاهد، هذول العرب، عرب الجاهلي، كان عندهم كم عقيدة. المعتقد الأول، كانوا يعتقدوا على أن البنات لله، البنية لمن ترجع إلى الله، والأولاد لهم. ولهذا أي واحد يصير عنده ولد يفرح بذلك، إذا صارت عنده بنت، وهذا يقول لك لابد أن ترجع لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فيقتلها، يدفنها وهي حية، يدفنها وهي عدلها، سنطرق لهم. هاي العقيدة الأولى. العقيدة الثانية اللي كانت عند العرب قديما، الناس تحتقر المرأة للأسف، عند عرب الجاهلي تحتقر المرأة، فاحتقار المرأة يسبب هذا الشيء. واحد. ثانيا، المنتج المستهلك البنت، لكن العامل ياهو الولد. يقول لك أنا إذا عندي ولد وعندي بنية، إذا عندي ولد وعندي بنية، الولد ينتج، يجيب لي، يشتغل، يعمل، بس البنت شنو مولانا؟ مستهلكة. أنا البنت تصرف عليها حتى تتزوج، إذا تزوجت مولاي انذبها برقبة واحد وراحت خلاص. أنا ما استفيد من وراها شيء. يعني مولانا عنصر مستهلك للبيت وللمادة، لكن الولد لا، أنا استخدم الولد علماً كمنتج، ينتج لي، يجيب لي أموال، يجيب لي كذا، يشتغل لي. واضح؟ هاي الفكرة السائدة عند العرب، أنا في الولد رابح بس في البنت خاسر، هيك يفكر. أو أنت لا تتصور ترى هاي العقيدة بس عند الجاهلي. صدقوني إخواني، وأنا على هذا المنبر، منبر الرسول، كنت أقرأ في منطقة ما أجيب في أي دولة. أنا شخصا قاعد أقرأ، أنا شخصا كنت أقرأ، فمن بعد ما خلصنا زين، اجاني رجل شيبه وقاعد بالمجلس. زين، قال لي مولانا انا عندي بنيه. قلت له زين. قال لي وبنتي تريد تتزوج الان، مبروك ان شاء الله. قال لي بس انا شرطت المهر اللي يعطى لها لازم ان الدفعه لي لكي اقبل بالزواج. مهرها، المهر مهر البنيه انا اخذه،
إذا ما تنطيني المهر ما تقبل بإعطاء المهر أنا ما أزوجها. أنا بهاي إذاني سمعتها باكر يصبون عليها كافور. قال لي قلت له ليش؟ قال أنا هذا طول العمر صرفت عليها أريد أخذ حقي منها زين وخلت تروح البيت زوجها. يجوز لما يجوز؟ ما يجوز، هذا حقها، أنت غصبا عليك تربي زين، أنت واجب عليك شرعا تربي زين. ولهذا الله انطاك الولاية. قال لا أنا خذيت المهر، خذيت المهر أو الآن أنا قبلت بالزواج وقاعد يعقدون. الشاهد مولانا العزيز أن هذا الفكر الجاهلي إلى الآن موجود لما موجود؟ موجود. الله وكيلك، أنا شخصا سمعتها يقول لي أنا أخذ المهر في مقابل أتعاب اللي تعبت للبنية، وإلا أنا أطيح بركبة واحد ويأخذها أنا شو مستفيد زين؟ هذا المال اللي صرفته وهاي التربية اللي ربيته وهاي كذا كله يروح زين. هاي الفكرة كانت وين؟ عند عرب الجاهلي. فأولا احتقار المرأة، ثانيا مولانا يشوف أن المرأة عنصر مستهلك مو منتج خلاف الولد، هاي اثنين. ثلاثة بعض القبائل العربية اقتصادها أموالها قائم على الحروب، قائم على الحروب على الغزوات، هاي القبيلة تغزو هاي القبيلة، هاي المنطقة تحارب هاي المنطقة زين. يا هو اللي يحارب البنات والأولاد، الأولاد البنت قاعدة بالبيت ها. فشي يقول لك؟ يقول لك أنا عملي غزو حرب قتال زين، فأنا البيت ما تفيدني، أنا شنو أريد؟ أريد ولد، أريد أولاد. أو حتى أن البعض كان يتبنى أولاد من زنا والعياذ بالله، يعني ولد متبرين من أهله زين، يجي هذا يأخذه، يأخذه يتبنيه يخليه عنده خاطر يستخدمه المن كمنتج وكمقاتل، واضح مولانا؟ هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع مولاي والأهم اللي سبب الدفن للبنات زين، أن قبيلة من قبائل العرب صار قتال بينها وبين قبيلة أخرى. قلت لك أنا ما أجيب أسماء، أسماءها معروفة جدا، يمكن هنا البعض موجود من نفس القبيلة ويمكن اللي يسمعني زين. مولانا لما صار قتال بينهما، القبيلة التي ربحت فازت انتصرت طبوا بالبيوت، ببيوت القبيلة اللي مولانا كسروها، شخذوا خذوا البنات، بنات هاي القبيلة خذوا بناتهم، من خذوا البنات ودوهم عدهم، ودوا البنات عدهم، هذه صار علامة للعار والذل لهذه القبيلة. من بعد سنة سنتين ثلاث وبعد المفاوضات الطويلة والعريضة اتفق اصطلح هاي القبيلة ويا هاي القبيلة شنو؟ اصطلحوا اجت القبيلة ياخذون بناتهم من هاي القبيلة، واضح مولانا؟ بناتهم ظل سنتين ثلاث أربعة خمسة ظل ردي يغسلون العار على قولتهم، ياخذون البنات من هالقبيلة. لما اجوا للبنات شافوا بعض البنات متزوجات من اهل القبيلة ومخلفات عندنا اولاد، فالابو والاخو لما دعا البنت شنو مولانا؟ تنعت، بعدين مؤسسة بيت، مشكلة بيت وعدها حياة او عدها زوج وعدها اولاد وعدها كل شيء مولانا، فما تروح تبيع اولادها وزوجها مولانا وترجع الى بيت ابيها. فامتنعت بعض النساء وبعض البنات امتنعن من المجيء مع اهلها الى الدار. هذا صار سبب ان يسبب شنو مولانا؟ عداء خاص. وقسموا اقسموا على ان اي واحد يصير عنده بنت هذه البنت يقضى عليها وتدفن. صارت سيره ظلوا يمشون عليها بعض القبائل العربيه، واضح حبيبي؟ زين استمرت هذه السيره، ظلوا يوئدوا البنات، وصلت هاي أسباب وعد البنات، أسباب دفن البنات هذه كان زين. وصلت الحالة إلى درجة، قبل ما كنا مستشفيات يجيبون قابلة، إحنا نقولها أم زين، قابلة أو جدة، هذه جايب المرأة بالبيت أو مكان خاص مثلا، ما كنا مستشفيات. وصلت الحالة إلى درجة أن المرأة عند المخاض شو تسوي؟ هي برجلها تروح أو زوجها يأخذها، ياخذ عند المخاض يحفر حفيرة، يحفر حفيرة ويقعد المرأة يم الحفيرة وينتظر تاني، وماكو سونار سونوغرافي ويشوف الله بيت له ولد خاطر يطيحها ما يطيحها، لا ينتظر إلى أن تنجب. إذا أنجبت بنت مباشرة وين؟ بالحفرة بالحفيرة، ويؤيدها يدفنها وهي عدلة طفلة بعد لا حول ولا قوة لها،
زين تموت أو ويعوف المرأة، يهجر المرأة، الرجل يهجر المرأة ويأتي إلى البيت، هي توصل نفسها ما توصل، ماتت عاشت عساها لا ردت، ما لها قيمة، ما لها قيمة عنده. لكن إذا أنجبت ذكر، أنجبت ولد، يأخذ الولد يضمه معزز مكرم، والمرأة معززة مكرمة يرجعها إلى البيت. فكانت النساء تتمنى أن تلد شنو مرانا؟ ذكور، أولاد، بنين، خاطر يصير معززة عدماً عند زوجها. مما حدث جد الفرزدق، جد الفرزدق اسمه صعصعة، جد الفرزدق، الفرزدق تعرفونه بعد، الفرزدق شاعر آل البيت سلام الله عليهم، هذا الشاعر المعروف القدير اللي قرأ أشعار في مدح آل البيت بكثرة وبكثافة، حتى لحبه لآل البيت سجن، اللي يقرأ هذا الذي تعرف البطحاء إلى آخر معروفة، ما يقرأها في حق الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما هشام بن الحكم، هذا هشام بن الحكم ابن مروان بن الحكم، هذا هشام بن الحكم راد يدخل مولانا إلى الكعبة، فوصل إلى الحجر الأسعد، الحجر الأسود يسمونه، هسه هذا بي قصة هم، هذا لما راد يوصل ما استطاع أن يصل، هو حاطينه على عرش قاعدينه وهاي الحمامير تركض به ويفكون الطريق، لكن ما قدر يوصل إلى حجر الأسود أو الأسعد لشدة الزحام اللي موجود. فإجى الإمام زين العابدين سلام الله عليه من بعيد، من إجى لا حماية لا كذا، ماكو أي حماية، ماكو لا سلاح لا حماية، ماكو أي شيء. إجى الإمام، انفرجت الناس إلى الإمام، صفين سماطين إكراما إلى الإمام. وصل الإمام إلى حجر الأسعد أو الأسود، فقبل الحجر ورجع الإمام سلام الله عليه. فهذا صار انكسار قوي لهشام، ضربة قوية لهشام، ضربته ضربة قوية هاي الحركة. فهو يعرف الإمام، لكن بعد تجاهل الأمر، إيش قال؟ قال من هذا؟ هذا منه اللي انفرجت الناس إلى إكرام إلى احترام إلى؟ فالفرزدق رد عليه قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته إلى آخر القصيدة اللي يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم، وإلى آخر القصيدة. هي هذه القصة سببت له مشاكل، هو هذا وسجنوه. بعدين الإمام أعطى غرامة مخالفة، يعني غرامة في مقابل الفرزدق حتى يطلق سراحه، وطلقوا سراح الشاهد جد الفرزدق، جد الفرزدق صعصعة. هذا الرجل مولانا اشترى، كان يشتري البنات التي تريد أن تؤد. أنا كاتب إيش قد عدد البنات اللي هذا الرجل اعتقها، اعتق البنات. صعصعة ابن ناجية 360 بنت، 360 بنت كان يأخذ البنات يشتريها من أهلها. يعني مثلا هذا البيت يريد عنده حمل، يريد توضع المرأة، فينتظر إذا وضعت بنت ويدر راح تدفن شو يسوي؟ يشتريها. إيش قد يشتريها؟ يشتريها بجواد، يعطيها فرس، يعطي الفرس يأخذ البنت الصغيرة، أو يعطي بعير. تعرف الجواد البعير يعني شنو مولانا؟ يعني كان مولانا هذا، هسه إحنا يمكن عند بعض الناس عادي، بس قديما كان يعيش بيوت، يعني البعير كان يعيش بيوت، الجواد يعيش بيت، يستخدم للكراء، يستخدم لكل شيء. زين، يعني اقتصاد العرب كان آنذاك من جملة موارد وأسباب اقتصاد العرب وهذه النياق. فكان يعطي جواد ويأخذ البنت، أو ينطي بعير ويأخذ البنت. وفي مرة من المرات أحدهم عصى على ذلك، قال له لابد من دفنها، فانطى جواد ما قبل، زين اعطى أموال ما قبل، إلى أن وصل الحال أن يعطيه جوادا وبعيرين، جواد وبعير، انطى وخذ البنية. يأخذ البنية شو يسويها؟ يربيها تربية إلى درجة يعطيها لأناس، يهيبها إلى أناس، فتبقى حية وترعرع وهي حية ما تموت. هذا ياهو، هذا جد الفرزدق. زين، هذا مولانا اسمه صعصعة بن ناجية. بالعكس أكو ناس لا، هذا بعد الإسلام، بعد الإسلام إجا رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم، من أسلم رجع من بعد فترة، من بعد فترة مولانا راجع النبي باكيا، فالنبي سأله قال له تبكي؟ قال له يا رسول الله أنا سويت عمل معصية في الجاهلية
ومن المتيقن أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي زلتي، لا يغفر لي زلتي، ما يغفر لي. قال وهل يغفر العظيم إلا العظيم؟ الله سبحانه وتعالى عظيم، أو الله يغفر الذنوب جميعا، الله هو التواب هو الرحيم هو كذا. قال يا رسول الله إن ذنبي لعظيم. قال شنو ذنبك؟ قال يا رسول الله زوجتي حامل وتركتها وذهبت إلى سفر، ما رحت إلى سفر، قديم السفر مو طيارة أو سيارة يروح يرجع بسرعة، يطول مولانا، يطول مثلا شهر شهرين ثلاث سنة أكثر أقل. فقال سفري طال، سفري صار طويل، فجئت رجعت شفت زوجتي خالية يعني أنجبت، فسألتها ماذا أنجبتي؟ قالت أنجبت بنتا ودفنتها، خلفت بنية ودفنتها. لا تقول هذه الأم أم بعد تنتظر 9 أشهر بلحظة واحدة يدفنونها، ولا أنا ما تتحمل ها. فلا تقول المرأة رفعت البنت، أخذت البنت إلى بيتي جارتها أنطتها، أو قلت جارتها فترة فترة تجيبينها إلي، تخلينها من الصبح عندي لحد الظهر، تأخذها تجيبها بالليل، في بعض الأوقات البنت تنام عندهم ها. فظلت البنت تتراود بين الجارة وبين بيت أهلها، الأب ما يدري هاي البنت بته زين، ظل يلاعبها يلاطفها حتى تعلق بها تعلق شديد، بحيث إن غابت البنت يوما إذا البنية ما أجت يسأل عليها فيذهب لرؤيتها يروح يشوفها، فشددت المحبة بين البنت وبين الأب، والأب لا يعلم أن هذه بنته. هذه مولانا كلها قاعد يقص لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي ساكت يسمع. النبي قال له ماذا صنعت؟ قال له يا رسول الله بعدما تعلقت البنت بي وكان لها من العمر 3 سنوات 3 سنين، شافت الزوجة أنه من المناسب الآن تخبر زوجها أن هذه شنو بنتك بوي، فإجت إلى الرجل قالت لي يا رجل أنا أكو سر في قلبي أريد أن أخبرك به. قال بلى قولي. قالت له هذه البنت تحبها؟ قال بلى ما أجملها، إني لأحبها، لا من التأكيد أحبها. قالت له هذه ابنتك، هي بنتك هذه، أنا أنجبت بنت بس ما أنطاني قلبي أن أقتلها، فوديتها إلى بيت الجارة، كل التغذية وكل شيء علي، أنا خبأتها عليك، فلما شفت المحبة بينك وبين البنت فأكيد راح تفور حنان الأبوة ورأفة الأبوة تفور تهيض عندك، فأنا حبيت أخبرك الآن شفت من المناسب أن هاي بنتك. يقول ما تكلم سكت. قال لي يا رسول الله سكت حتى جن الظلام والبنت نائمة عندنا، البنية عنده. عجيب أخواني أكو ناس هيك عندهم قساوة قلب. أي والله أخواني عجيبة، يعني ما والله حتى واحد ما يقدر يتكلم بيها. قال لي يا رسول الله البنت نائمة، البنية عمرها 3 سنين زين، فذهبت إليها والأم نائمة فأيقظتها من مكانها وأخذتها من يدها فمشت معي. مشت وياي ليش؟ من باب تحس الأمان عندي، لأن العجيب في بعض الأوقات يجي الموت من حيث الأمان، من مكان اللي تحس الأمان من عنده يجيك شنو مولانا؟ الموت يجيك ها؟ هي بعد عرفت هذا أبوها وأكو حنان ورأفة وصار لها فترة يتلاعب معها يلاطفها يلعب وياها، فمن رفعها ركضت وياه ما هابت ما خافت. الرسول قال له ويحك ماذا صنعت ايش سويت؟ قال له يا رسول الله أخذتها إلى حائط، ما حائط يعني بستان، فحفرت لها حفرة وكانت تعينني على ذلك، هي تحفر وياي ظنا منها أني ألاعبها قاعد ألعب وياها. قال يقول النبي كان ينظر فبكى رسول الله، بكى رسول الله. قال يا رسول الله في بعض الأحيان تتسخ لحيتي من التراب فكانت تنظف لحيتي منها، تنزل التراب من لحيتي وتنكت التراب من ثوبي زين، تنكت يعني أنا قاعد أحفر ما تعرف أنا قاعد أحفر لقتلها وهي قاعد تنظف ثوبي من التراب ولحيتي من التراب.
يقول النبي يقول بكى 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 عاليا حتى ابتلت شيبته. اسمع ايش قد بكى رسول الله، حتى لحيته أخذت تتقاطر بالدموع من كثرة البكاء. شوف حنان النبي صلى الله عليه وآله. قال له ويحك ماذا صنعت؟ قال له يا رسول الله حتى أتممت الحفرة فرفعتها ووضعتها في حفرتها. قال له أدفنتها؟ قال له وضعت يدي اليسرى على كتفها، خليت إيد اليسرى على كتفها أعصرها خاطر لا تطلع، واليد الثانية أهيل عليها التراب وهي تنظر إلي، تنظر إلي ظنا منها أني ألاعبها قاعد ألعب وياها، إلى أن وصل التراب إلى كتفها فحست بثقل التراب، حست بالثقل إيديها ما يتحركن. طفلة عمرها 3 سنين صغيرة، ما أدري هسه شايفين بعد أطفال 3 سنوات ما تقدر تحرك إيدها. فلما حست بالثقل حست بالخوف، فرأيت عينيها دمعت، ظلت تتحادر عيونها بالدموع، ظلت تبكي. قال لي أدفنتها؟ رسول الله يبكي، يبكي النبي. قال لي يا رسول الله أهلت عليها التراب وحتى أوصلت التراب إلى وجهها وهي تنادي أبه أبه أبه، الصيح لكلمة أبه أبه، الصيح لي حتى دفنتها فاختنقت وانقطع صوتها، ماتت. أي يقول النبي نظر إليه بكل حرقة بكل حرقة، نظر إليه قال له من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. قال له يا رجل لولا سبقت رحمة الله غضبه لعجل الله عليك بالعذاب، ولكن ما دمت أنت تائب أو أنت تبت عن عملك الجاهلي فقد تاب الله عليك. أيضا هذا موقف، موقف آخر أنتم شوفوا مولانا، يعني الريد الراوي للعالم أن هذا شقد قساوة قلب، هاي شقد مولانا ترى عمل يقسي القلب. هسه أنا قاعد أتكلم وأشوف الناس تبكي، يبكون حنانا، يعني ما حد يتحمل ولو هي بنت ما نعرفها، إحنا ما نعرف من أي قبيلة، ما نعرف ولا شايفيها، مو بعد أبو يخنق بنت مولانا ويدفنها، يعني شنو هالقساوة؟ شوف هاي القساوة شنو، وشوف رحمة الله شكبرها مولانا. انظر إلى قساوة الرجل وإلى عظم ذنبه، وانظر إلى سعة رحمة الله. شوف الله شقد رحيم، الله شقد رؤوف. اللي هذا الذنب النبي صلى الله عليه وآله قال له أنت تاب الله عليك، الله يتوب عليك. أيضا رجل آخر اسمه قيس ابن عاصم، هذا الرجل في الجاهلية دفن 12 بنت، 12 بنت دفنها. لما جاء الإسلام أسلم، أسلم فوبخه النبي توبيخ جدا قوي بعدما اعترف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ما أصنع يا رسول الله؟ النبي قال له إن لك يوما سيئا يا قيس، لك يوم وراح أشوف هذه الويلات. قال له حرر من العبيد بعدد ما أودأت، بقد اللي دفنت حرر من العبيد، دفنت 12 بنية تحرر 12 عبدا. زين الشاهد مولانا هذه كانت سيرة، للأسف ما كانوا يعيروا إلى المرأة وإلى البنت اهتمام. اجى الإسلام، لما اجى الإسلام كرم المرأة، الإسلام قدس البنت، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خرج أحدكم إلى السوق فاشترى شيئا لأولاده فليبدأ بالإناث أولا، يبدأ ينطي الهدية أولا للإناث ثم إلى الذكور. فكان يحن الإسلام ويحن النبي زين بيمن بالمرأة والبنت أكثر، يحن عليها أكثر ويعطف عليها أكثر، لأنها عنصر رحمة، عنصر عطوف، عنصر ضعيف أضعف من الرجل، يعني عاطفة كلها، عاطفة كلها إحساس، ولهذا ما يحتاج إلى شدة، ما يحتاج إلى قسوة. رسول الله صلى الله عليه وآله سيرة النبي كانت مع فاطمة الزهراء، كان يقبلها بين جنبيها في جبينها وكان يضمها إلى صدره، فإذا دخلت فاطمة الزهراء يقوم لفاطمة إجلالا وإكراما ويجلسها بمكانه ويقول فاطمة روح التي بين جنبي. شوف المحبة، شوف
طريقة التعامل مع البنت، طريقة التعامل مع المرأة، الإمام أمير المؤمنين طريقة تعامله مع زينب سلام الله عليها قمة الأدب والاحترام والمحبة والحنان. ما كان يفارق زينب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ترجع إلى الإمام الحسن طريقة تعامله مع ابنته فاطمة، فاطمة زوجة الإمام السجاد أم الإمام الباقر عليه السلام، شلون كان يعاملها. ترجع إلى الحسين كيف كان يتعامل مع بناته، مع السيدة سكينة، مع السيدة رقية، زين كان يعطف عليهما، زين. فأعطى الإسلام هذه إلى المرأة وأعطى حقها، ولهذا لما ترجع للقرآن يساوي بين المرأة والرجل. شو يقول؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رجال ونساء، من عمل صالحا من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ساوى بين الذكر وبين الأنثى. واضح مولانا؟ حتى آية في القرآن، نعم آية في القرآن تساوي قمة التساوي بين الرجل والمرأة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات، شوف رجل مرأة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، شوف التساوي، والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم، يعني رجل ومرأة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فساوى بين الرجل وبين المرأة. ولهذا أنت تجد من النساء ما سجل التاريخ أسماءهن، من النساء ما لهن من المواقف اللي خلد التاريخ اسم هذه النساء، كثيرة هذه النساء: آسيا بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد. ولما تأتي إلى ما بعد القرآن، بعد نزول القرآن، وين نشوف هذا الحالة مولانا؟ تجي إلى زينب، زينب الحوراء. لو لم تكن ثورة زينب ووقفة زينب العنصر الإعلامي للحسين عليه السلام، لثورة الحسين، لثورة كربلاء، ضيع الثورة مولانا. الحكومة آنذاك كانت تشوه كل شيء يرتبط بالحسين. أنتم تعرفون أباحوا دم الحسين عليه السلام؟ لو ما تعرفون بذاك الوقت، ها؟ أباحوا دم الحسين. القاضي، بعض القضاة اللي ارتشوا وخذوا أموال أعطوا فتوى بقتل الحسين، دمه مهدور، خرج على الأمير، واضح مولانا؟ فقتل الحسين عليه السلام عندهم بحكم شرعي أنه مهدور الدم. واليومك هذا من ينعق ويأخذ هذه الأصوات الجاهلية، اليومك هذا أن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده، هاي مولانا النعرة الهسة موجودة، الهسة موجودة، يقول لك من خرج على الأمير شرعي أو غير شرعي، هذا الأمير الملك شرعي أو غير شرعي، وقتل دمه هدر ولو كان الحسين بن علي. زين أنت تعرف من هو الحسين ولك تحكي أنت؟ أنت تعرف ياهو الحسين وتجيب اسم على لسانك؟ لا يجري اسم الحسين، لا تجيب اسم الحسين على لسانك أنت. زين هذا الرجل ما يعرف من هو الحسين، ريحانة رسول الله. هذا الحسين كان ماء فم الرسول مشربه، صدر النبي ملعبه، ها؟ شلون انت تقول يا شي؟ اذن هذه الافكار موجودة هسه ولا؟ زينب سلام الله عليها وقفت وقفة حزم. واكو نساء في كربلاء، اكو نساء عدهن مواقف مشرفة مولانا ما صارت لأحد. تعالوا، امرأة زكية طاهرة زوجة الحسين عليه السلام بعد مقتل الحسين ما تزوجت، ما تزوجت، من هذه؟ الرباب.
الرباب بعد مقتل الحسين ما استظلت تحت ظل أبدا، لما كانت تدخل قالت للبناء ارفع السقف، السقف شيله، ظلت تقعد بالباب وتقعد داخل البيت وتصهرها الشمس حبا للحسين، تقول له إني رأيت جسد حبيب الحسين تصهره الشمس. فبقت على هذه الحالة، زين، مع ما هي كان عندها قمة من الجبال، أجوها خطابة، أجوها ملوك، أجوها كذا أغنياء تجار، رفضت، لا أتخذ صهرا ولا لا يوجد صهر كصهر آل الرسول، مصاهرة آل الرسول ياهو اللي أشرف من عندهم، ها يصير ليلة الحادي عشر بالليل، هاي المصائب قليلة نسمعها، يصير الليل مولانا وزينب تجمع الأطفال في خيمة واحدة، تجمع الأطفال في خيمة واحدة والخيمة ظلمة والنساء تبكي، الكل جلوس، زينب واقفة سكت الأطفال، هذه الطفلة تنادي أريد أبي أريد عمي أريد أخي، ها، والأطفال والنساء في حال بكاء. وإذا بامرأة وقفت بين النساء، أكو مرأة وقفت بين النسوان، نظرت إليها زينب، من هذه المرأة؟ من أنت؟ نظرت إليها قال سيدتي زينب أنا خادمتكم الرباب، أنا الرباب زوجة الحسين أم الرضيع، ماذا تريدين يا رباب؟ قلت لها سيدتي زينب لما خرج الحسين إلى القتال ودع أخواته وبناته، ودع الأخوات ودع البنات، لكن لم يودعني أنا، ما ودعني من باب زوجته وكذا وتعرفون، ودع الأخوات ودع البنات ولم يودعني يا زينب، وين رايح إذن يا رباب؟ ليش قمت يا رباب؟ قالت جاني الليل جاني الليل، قلت بليل أمشت وادعو يا حسين، صار الليل أودع الحسين بهالظلام هذا لأن ما ودعني الحسين، ها جاني الليل قلت بليل أمشت وادعو يا حسين، هذا وداع يا زينب لا ساعة ولا يومين، خرجت الرباية وصلت إلى جسد الحسين، لما وصلت إلى الحسين رأت رضيعها عند جسد الحسين، اتبعتها زينب يا رباب ماذا تصنعي؟ نظرت إليها وإذا طفلها في حجرها، شو تسوين يا رباب؟ صاحت أنا جاية جاية أرضع ابن ما شرب ماي، يما ما شرب ماي ودرن يا بنت حيدر، أهوي وي ظنوتي وهو رجواي، يما يا عبد الله يا غالي إش كثر بيك سهرت الليالي، أهزن بالمهيد والمهد خاي، رفع زينب رأسها بعد البكاء، الما باكينا أسمعها، رفع زينب رأسها يمينا وشمالا متحيرة زينب، صاحت الرباب سيدتي زينب أراك متحيرة، طرفك إلى أين عينك إلى أين، وين رايحة زينب؟ نظر زينب صاحتها عباس، ها عباس خويا النوم كافي، اسمع البيت والله بيت جارح والله العظيم، ها عباس خويا النوم كافي، جيتك للشريعة بجد محافي، حافي زينب يا سادة تقبلون غيرتكم تقبل مولاها، جيتك للشريعة بجد محافي، شنو شفتي زينبها؟ أو شفت عبد الله عالتربان غ
إيش عندك يا زينب من أبي الفاضل؟ تقل أخويا وعدت زينب قوم وافي. الله شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ صاحت دخيلك دخيلك يا اللي مقطع بالشريعة. اسمع الجواب. صاحت دخيلك يا اللي مقطع بالشريعة لأن الندر الديتر جفوف قطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله، عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا ضريحك للملائكة عرشهم خير البرية مرقدا ومزارا. لم ترضيه الأرض البسيطة منزلا حتى بناه.